بعد أن كانت حكراً على الأغنياء والمشاهير، جراحات التجميل تصل إلى المغرب بسرعة وبقوة. واحد السيدة اللي كانت فوق 50 سنة واللي جات قالت لي دابا صوب هاد النيف اللي كنت باغي نصوبه هذه 30 سنة. ورغم المخاطر حسن الطلة وبهاء الوجه غاية لا تقاوم. ديك اللي كانت قبل العملية وديك كانت بعد العملية، يعني 14 كيلو بانس. السياحة التجميلية في المغرب جوج في النهار، وكاين منهم اللي بزاف كيجيبوا من الخارج وسي. تيفضلوا يجيو المغرب لأن الأسعار هي مخفضة بالنسبة للمحلات أخرى اللي في الخارج. ظاهرة جديدة لا يمكن إغفالها. المحققون يأتيكم عند الأوقات التالية على قناتكم ميدان تي في.